وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير الأمني والعسكري محمد فوزي اللامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية، صحيفة نيويورك تايمز تقول في تقرير لها أن القوات الحكومية تفقد زخمها في مواصلة عملياتها العسكرية، كيف ترون قدرات القوات الحكومية؟ تحية طيبة لك سيدي والمشاهدين الكرام. يعني هو إذا عدنا إلى بدايات عام 2014 دخول تنظيم الدولة، لم تكن المحافظات التي سيطر عليها تنظيم الدولة فارغة، بل كانت هنالك قوات وفرق كاملة ومجهزة، فرق عسكرية وفرق تابعة لقوات الشرطة الاتحادية وقوات الشرطة المحلية. ومع ذلك التنظيم استطاع أن يفرض سيطرته، استطاع أن يسيطر على مساحة تقارب ثلث مساحة العراق ووصل على أطراف بغداد. فالحديث عن أنه هنالك أن الحلول تجاه تنظيم الدولة كانت حلول داخلية عراقية، هذا حديث غير صحيح. ثم عندما بدأت العمليات، ولو نتذكر عمليات التي بدأت في الموصل، بالتأكيد كان هنالك تتعطل هذه العمليات 3 أيام وأربعة أيام بانتظار أنه التحالف الدولي أن يوفر الدعم. التحالف الدولي، دخول التحالف الدولي على الخط في التخطيط والعمل الاستخباري والغطاء التوفير الإسناد الجوي والمدفعي، هو الذي غير كفة المعركة لصالح القوات الحكومية تجاه تنظيم الدولة، ولم يكن هنالك حلول داخلية حقيقية. ماذا يعني، كيف وصلت القوات الحكومية إلى هذا الحال من الضعف، بحيث أنها وصلت غير قادرة على مواجهة ميليشيات؟ يعني هو سيدي الإضعاف هذه المؤسسة هو عمل متعمد من قبل جميع الأحزاب التي الموجودة اليوم في بغداد. هذه الأحزاب لم تعمل على صنع جيش حقيقي، جيش وطني بمفاهيم وطنية وبعقيدة وطنية، يعتبر العراق عراقا واحدا والعراقيون هم أهل الأرض الذي يجب الدفاع عنهم. بالعكس، كان الجيش كان عبارة عن مؤسسة فاسدة، واليوم هو مؤسسة فاسدة حقيقة، مؤسسة ضعيفة. ثم العملية التي كانت حدثت من إسقاط هيبة هذا الجيش طبعا متعمدة لإنتاج ميليشيات الحشد الشعبي التي اليوم تعتبر هي أقوى من الجيش حقيقة عملياتيا، لديها أسلحة ولديها أعداد ولديها تمويل أكبر من الجيش، إضافة إلى أنه أعطيت حجم إعلامي وحجم معنوي. اليوم المواطن العراقي ينظر، الطائفي حقيقة ينظر إلى هذه الميليشيات على أنها هي المدافعة وليس الجيش. فالعمل عملية إسقاط قيمة هذه المؤسسة العسكرية هو عمل متعمد وليس عمل عبثي. في المقابل، يعني كيف ترون القدرات العسكرية والتدريبية لميليشيات الحشد؟ والميليشيات الحشد ليست بالمستوى العالي. طبعا العمليات العسكرية سيدي الكريم، العسكر يعتمد على خطوط رئيسية، الأعداد والأسلحة الخفيفة تعتبر الأساس، لكن الطيران الجوي غير موجود، الدفاع الجوي غير موجود، المدفعية ضعيفة جدا، التدريب هذه القوات غير مدربة. اشتركت في هذه الفعاليات العسكرية، اشتركت بفتوى وزجوا بهم في فتوى، لكن لم يكن هنالك تدريب حقيقي، لذلك تجد أن خسائرهم خسائر كبيرة جدا تفوق حجم المفترض أن تكون في هذا النوع من المعارك. فهم سيد الكريم هم يعتمدون على سياسة وكأنهم عصابة، يعني لديهم سياسة العصابات المافياتية أكثر مما هي مؤسسة عسكرية. لا نستطيع أن نعتبرها، لا توجد فيها حقيقة أسس المؤسسة العسكرية النظامية. نعم، الخبير الأمني والعسكري السيد محمد فوزي اللامي، كنت معنا من برلين، شكرا جزيلا لك.